باسم يوسف يزيد من شهرة بيرس مورغان بالعالم العربي. I'm going to have to let you go because we've been on air with you for 40 minutes. Okay. What would you think would be the appropriate way for the country to respond? أكثر من 16 مليون مشاهدة بثلاث أيام، أعلى نسبة قدر يحققها واحد من لقاءات بيرس مورغان على قناته الخاصة على يوتيوب، وهالرقم حصدته الانترفيو الأشهر بالعالم العربي اليوم مع باسم يوسف، واللي عم تتصدر العناوين الصحفية العربية والأجنبية وحديث العالم على السوشيال ميديا، والكثار عم يتداولوا مقاطع منها بعد ما قدر باسم يوصل صوت العالم العربي كله حول الأحداث اللي عم نشهدها الآن. It has to be something. وبالرغم من أنه الكل علق بأنه باسم تفوق بالحوار على واحد من أشرس وأذكى المحاورين بالعالم، إلا أنه هالشي ما أزعج بيرس مورغان اللي عم يعمل ريتويت للتعليقات وردود الأفعال، وكمان كان فخور بالمشاهدات اللي حصلت عليها، فكتب على أكس 15 مليون مشاهدة الآن لمقابلتي مع باسم يوسف، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي أجريتها منذ إطلاق برنامجي بيرس أنسنسرد. ليجي الرد من باسم: هيا بنا نقوم بجولة ثانية، استمتعت جدا بالحديث الذي أجريناه. وتابع: من كان يتخيل، حتى مارس الماضي كنت محظورا من قبلك على تويتر، أنا أستحق ذلك، لكن كنت كريما جدا حيال ذلك على الرغم من أنك اكتشفته قبل دقيقة من بثنا على الهواء، لكن منذ ذلك الحين أجرينا محادثات رائعة. كما قلت، أنا أكره وجهات نظرك يا بيرس، لكن التحدث إليك كان ممتعاً. دعنا نقوم بذلك مرة أخرى. I'm gonna have to let you go because we've been on air with you for 40 minutes. Okay, bye bye. وأكيد الكل بيعرف وجهة نظر بيرس مورغان بهالقضية، واللي الواضح إنها بتدعم الطرف الآخر. بس مع هيك، ما حدا فيه ينكر إنه من الإعلاميين الغربيين القلائل اللي بيسمع وجهة النظر العربية، وهالشي خلال أكثر من لقاء أجراه مع شخصيات عربية. فغير باسم يوسف، استضاف السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملوت بحلقة خطت 4,300,000 مشاهدة بيومين. وقبل مقابلة باسم بيوم، استضاف السبيكر البريطاني من أصول مصرية محمد حجاب اللي تخطت حلقته لليوم 7 مليون فيوز. وصحيح أنه بيرس من أشهر الإعلاميين البريطانيين من وقت طويل، إلا أنه شهرته الكبيرة بالعالم العربي بدأت مع الهجوم العنيف اللي شنوا على الأمير هاري وماجن ماركل، خاصة بعد إطلاقهم لفيلمهم الوثائقي. بس فينا نقول أنه هالفترة هي البيك بشهرة بيرس مورغان بالعالم العربي، فالكل صاروا ينتظروا تغريداته وبرنامجه وضيوفه بكل حلقة.